مرحبا. فوت. عادة. لا معلش ما رح أخذ من وقتك، هنن كلمتين بدي أحكيهن وامشي. قوليهن على القعد. هي أول مرة منلتقي، بس أنا سمعانة عنك كتير. من شاهين؟ أكيد لا. لا من أخي صخر. لما تزوجت حكالي كيف تعرفتي على شاهين وكيف وقفتي جنبه لحتى يقدر يطلع من اللي هو فيه. اي ما طلع ولا حيطلع. شو قصدك؟ شاهين عايش من قتل. اي عايش وبيحبك كمان، لهيك لازم تكوني حده بهالوقت. شاهين عايش؟ شاهين عايش ما؟ شاهين عايش؟ مظبوط شاهين عايش؟ خدي اشربي معي. سلام. صح. قلبك. كنت متأكدة إني شفته. بس هنن بدهم يكذبوني، بدهم يجننوني، بس انا شفته. يا مناروق شو باكي؟ هذا بدها بتنبسطي انه عايش؟ ايه معك حق، طالما شاهين بخير انا ما عاد يهمني شيء. غلطانه انت، هلا بلش دورك. منى طلعي فيني هون، انا ما في بيني وبين شاهين أي شيء، خلي قلبك يبرد من هالناحية. كل القصة إنه إجا لعندي لحتى ساعده بالوقت اللي ما كان في حدا واقف حده فيه. بس من أول نهار تعرفت عليه لآخر نهار، شاهين ما حب ولا حيحب مرة قد ما حبك. لهيك ما لازم تتركيه، هو بحاجة لإلك هلا. هو قال لك؟ ليش هو عنده يصير غيرك؟ لآخر لحظة وأنت حسرة بقلبه. لهيك لازم تلحقيه والا حتخسريه. كيف فيني اعرف وينه؟ ما بعرف، هيدي شغلتك. بس ما كثير معكي وقت. معقول انت ما بتعرفي وينه؟ اللي بعرفه انه معه باسبور جديد وشويه مصاري. بدك تلحقيه اما حتخسريه كل عمرك. بس انت ليش مضطره تقولي لي هذا الحكي؟ يمكن لأني بحبه. عمي وغلاتي عندك توقف جنبي وتساعدني. أنا ما عاد صفي لي حدا غيرك. أمي وأخواتي تخلوا عني، بيهون عليك أنت تتركني كمان؟ فيك يا بنتي، نحن كنا منحبك وأهلك كمان رايدين مصلحتك. عمي أنا ماني جاية لحتى أسمع هذا الحكي، وإذا ما رح تاخذني لعنده رح روح لحالي، ولو بضل كل عمري دور عليه رح لاقي. هالقد بتحبيه يا منى؟ ولو يا عمي، ما نحن ربينا قدامك وبين إيديك. أنت أكثر واحد بتعرف يلي بيني وبين شاهين. تأخرت كثير يا بنتي، كان لازم توقفي حده من زمان. بعرف ولكني عم بدفع ثمن غلطتي. لك أنا عم بتقطع من جوا يا عمي، عم بتقطع من جوا. بعيد الشر عنك، بس والله هيدي شغلة أكبر مني ومنك. أنا خايف نوقع بمشكلة ما حدا بيعرف غير الله لوين بتودي. خايف على أخواتي؟ طيب وأنا شو إذا أخواتي مثل أولادك؟ أنا ماني مثل بنتك؟ لك أنت مثل بنتي وأعز.
ريتني مت ولا انحطيت بهيك موقف. طيب عمي، أنا رح أسألك سؤال ومن بعد أعمل يلي بريحك. لو كان أبي عايش الله يرحمه، يا ترى شو كان عمل؟ شو كان عمل؟ مهلك شبيك؟ إذا أنت يا عمي لك أعطيني صوتك على قليلي، كنا أوصناك بنص راسك. محزر، أنا اللي جاي. المشكلة اللي صار معي راح يطلع معي إلا كلمتين، يا ريتني عن جد مت يا منى. بعيد الشر عن قلبك، لبقى تجيب سيرة الموت على لسانك. شو الفرق؟ هاي عيش اللي أنا عايشة. أنت ما راح تضل هون. كيف يعني؟ وين بروح بحالي؟ بتروح معي ومنبلش أنا وياك من أول وجديد. أمي حبيبتي، أمي كفي حياتك، أني خلاص كل الناس إلى أبر، أني إلي أبراين، واحد منهم بنص بيتكن والتاني هون. وحياتك عندي، ما بطلع من هون إلا ورجلي على رجلك. بكفي منى، بكفي بوس إيدك، حاج تعذبيني حبيبتي. أني مقدر كتير ما جيتك لهون، بعرف قديت عذبتي وبرمتي الدنيا لوصلتي لعندي. هذا غالي يا منى، غالي كتير. معناتها بتقوم بتروح معي؟ ما فيه، وحياتك ما فيه. بلا، أنا وياك منقدر على كل شي سوا. أنت ما بتعرف الحب يلي بيناتنا؟ لأني بعرف ما بدي أختمها هيك. كيف يعني؟ شاهين هلأ نحنا مع بعض، شو في أهم من هيك؟ أنت منى، أنت أهم من كل شي. أنت منى شيخ الجبل، بنت سلطان، حبيبة شاهين. أنا مستحيل أخذك خطيفة. طيب عندك حل تاني؟ تقدر تجي تطلبني من أهلي؟ وأنا بقدر مرمغ راسك وراس أهلك بالأرض.
انت بدك حدا يستاهلك منى، حدا يقدر يتجوزك ويطلبك من بيت اهلك قدام كل الناس، يطلعك باحلى عرس معزز مكرمه. انت بدك رجال منى. ولك انا بدي اياك انت. ولك انا خلص كل اللي باقي مني اسم على القبر وسمعه سودا بين الناس. وانا ما رح اتركك. انا ما بستاهلك. ما رح اتركك. ما رح خليك تصيري علكه بتم الناس. لك بس بقى بس عمل لك ما رح اتركك. ولك يا ابو عيسي داخل عليك بوس ايدك تاخذها. هذا اللي طلع معك. خلاص يا بنتي بقى فيك تعملي شيء. ولك يا عمي شو قصة واجب ولا انا جاي رفع عتب؟ لك خلاص خلاص، شاهين اللي انت بتحبي وهم مات قدام كل الناس وقدام اهلك بالهيبه. معناها بموت معك. ولك مجنونه. مزبوط، بس ما سالت حالك ليش قبل مره غلطنا هي الغلطه انا وياك وشو صار فيي وفيك، وهلا من كل عالك مفكر اني رح رد عليك؟ لك شو يعني؟ يعني غصب عنك رح ضل جنبك ولازقه فيك. ليك شاهين، انا خسرتك مره بس على موتي اخسرك المره الثانيه. منى تركيه يا بنتي تركيه، هل صرت تعرفي مطرحه؟ بترجع لعنده بعدين. راجعت لك شاهين، لا تحاول تهرب، وحياة عيونك رح لاقيك.